وكاله مع قسم التعليم في العماره الشيء غادي خدام تقريبا واحد الاسبوع، وبالتالي فيرسيون الاخرى اللي غادي نتوصلوا ليها فهاد فهاد غادي نقول ربما في غشت تكون ليطا فينال ديالهم جوج ان شاء الله باذن الله. ربما ليتيود ديال اعاده الهيكله تكون مؤخره على تسمية التهيئه، تسمية التهيئه ديال تسمية التهيئه غادي يكون فيه يعني هاد الاطراف هادو اللي كيقرروا كيديسيديو قسم التعمير الوكاله الجماعه باش تكون ديك ليطا اللي غتعرض على المجلس وغتعرض الامانه العامه للحكومه. اما بالنسبه لاعاده الهيكله غادي يكون بالبيوتيود غادي يكون عندنا في شويه ديال الخدمه اللي يقدر يوصل حتى شهر اكتوبر. هو التاثير ديال الشكل البيئي على جوج المشاريع اللي كيحاول ينجزها مع الساكنين، وهاد المشاريع هادي في المجمل ديالها وفي المجمل ديالها اولا بناء على الحاجيات ديال الساكنه المريحه في الشق ديال تزويد هاد الساكنه بالماء السالح للشرب، وكذلك البنيه التحتيه منها الطرق منها المحافظه على القطاع الغابوي اللي كتمتاز به جامعه الساحل اللي يعتبر من اهم القطاعات او المكونات ديال هذه الجامعه اللي يعتبر المصدر الرئيسي والاساسي في ميزانيه ديال جامعه ديال الساحل. كذلك هاد الشيء هذا في المجمل ديالهم يعني ياتي من اجل يعني حصول الساكنه على المبتغى ديالها الا هو العيش الكريم. بالنسبه لهاد الدراسه ديال الدراسه البيئيه في المشاريع هي هذا منحه اللي خداه المغرب العاتق ديالو الحمد لله منذ سنين، لانه كنجبروا في الجدوى ديال الدراسات ديال المشاريع في المجمل ديالها كنجبروا يعني التاثير ديال المجال البيئي في هذه المشاريع. فاحنا كنحاولوا ان شاء الله تعالى ما نسلخوش او ما نفردوش على هذا التوجه العام اللي الحمد لله اتجهته او اخذته البلاد ديالنا. بالنسبه لنا في جامعه الساحل كنحاولوا انه جل التوجه او جل المساعي ديالنا في التنميه المحليه وفي الحصول ديال العيش الكريم للساكنه اننا نحرصوا على هذا الشق هذا او الرعيوه في المشاريع ديالنا. كما قلت عندنا عده مشاريع في الشق ديال الماء الصالح للشرب، هذا العام الحمد لله كذلك فتحنا الشاطئ ديال الساحل بقرار عاملي اللي كانت فيه اللجنه الاقليميه كذلك، وكنشكروا الاخوان اللي ساهموا معنا او لا دعمونا منهم سيد العامل الوقايه المدنيه السلطات المحليه وباقي المكونات اللي او باقي الاعضاء ديال اللجنه الاقليميه اللي ساهمت معنا كذلك في هذه المساله ديال فتح ديال الواد الساحل. هذا المجال ديال البيئه في الاقليم او في الجماعه هو مهم جدا، لا يمكن ان نتحدث عنه بصفه منفرده او كعنصر مكون يعني مجرد عن باقي المكونات الاخرى، ولكن هو انا قلت كما قلت هو شامل في جميع المشاريع، لا في الشق ديال البنيه التحتيه من الطرق والماء والكهرباء، ولا في الشق ديال الاستثمار، ولا في الشق كذلك ديال السياحه، ولا في الشق ديال مراعاه المآتم التاريخيه اللي موجوده في جامعه الساحل او في الاقليم، او لا في الشق ديال الحفاظ على المؤهلات الطبيعيه الغابويه الغنيه جدا هذه الجامعه السعيده، والى كذلك في المحميات الطبيعيه المتواجده في الجامعه ديال الساحل. لا ننسى هذا القطاع كذلك لان جامعه الساحل تتوفر على محميه ديال إيكولوجيا اللي هي متواجده في دكان سيد مبارك، وكذلك في القطاع هذا الموقع الاثري ديال ليكسوس اللي هو كيتواجد جغرافيا في ما بين العرائش والساحل، ولكن هو قريب جدا من جامعة الساحل. كذلك القلعة اللي كاينة في الطريق ديال موقع أثري وهو مهم جدا اللي كاين في الطريق ديال الرصانة على اليسار، هذاك الموقع كذلك يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار وهو محطة أو موقع أثري مهم جدا. فالجماعة تزخر بإمكانيات هائلة في هذا المضمار، يجب تكاتف جميع القطاعات المعنية والتضافر الجهود ديال الاخوان المنتخبين المسؤولين في هذا اللي الذين تولوا تسيير المرافق العامه، تدبير ديال المرافق العامه، تكاتف الجهود ديال الجميع من اجل
إن شاء الله تعالى الوصول إلى تنمية مجالية محلية تليق بعيش ساكنات هذه.